نعم بسم الله. كان اسمي عبد الواحد بومدين، وكان صرالي مشكل الخدمة، خرجوني من الخدمة، والسبب هي زوجة مطلقة، وكانت تحكي حاكمة عليا ب100,000 في الشهر، وكنت نخلصها من كنت خدام. ومن الزواج بسم الله عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. كان عندي مشكل مع الخدمة، والسبب زوجة، كنت داي واحد الزوجة من 96، وتزوجت وولدت معاها بنية، وجات 2017 من مشات تطلب الطلاق الشقاق، ومن طلبت الطلاق الشقاق زوجت لي رضا فيها فقر الدم، وطلبت لي طلاق الشقاق، وطلقنا، عيت فيها ولي للدار ما بغاتش، طلقنا في جراده، في المحكمه ديال جراده. وعندي معاها بنيه اخرى عندها 13 عام، 12 عام، والبنت من زوجت لي البنت نتاع الكبيره اختها في، وزوجت لي البنت الكبيره 2017، انا كنت نعطيها 100,000 ديالها في الشهر، ومن زوجت لي البنت 2017 كنت نعطيها 50,000. انا ما عارفش باش ندير اسقاط النفقه، بقيت نعطيها 50، وهي بقات تحسب لي 100,000، جمعت لي 3 ملايين ونص. من جمعت لي 3 ملايين ونص، انايا واحد النهار جاي في الحد بالليل ما خدامش، انا كنخدم من 4 الصباح للوحده، كنخدم الفجر، ومن جيت الحد بالليل لداري مع العشاء، لقيت رجال الامن امام المنزل، مشيت معاهم، قال لك الله معنا عندك واحد الروشيرش تاع النفقه، مشيت معاهم، انا ما نويت والو اللي غادي نتسجن. ومن مشيت جبدوا لي 3 ملايين ونص، اعتقلوني، قدموني للوكيل الغدا ليه، مشيت عطاوني شهرين ديال الحبس. من ضربت شهرين ديال الحبس، ومن خرجت مشيت للشركه، انا والابن ديالي صغير مع مرا اخرى، عندي مرا اخرى، زوجة اخرى، مشيت ديت ولدي صغير، لقيت النقابه دايرين اجتماع في الشركه ديالنا في كولوج سيطه البيضاء، بقيت نستنى. كي جا خارج سي كمال بيوض، ودي سي كمال رد لي الاقدميه ديالي، راني كنت مسجون على النفقه ماشي اجرام. قلت له رزق ولادي راه تحت يد الله وتحت يدكم، قلت له نطلب منك ترد لي الاقدميه ديالي، كانت الشركه الجديده باقي لها شهر ونص تدخل. قلت له رد لي الاقدميه ديالي، قال لي اعطيني النمره ديالك وغادي نشوف كيفاش غادي ندير. قلت له ها النمره. جا خارج كاتب النقابه موراه بالباتنير، قلت له سي كاتب النقابه جري معايا. واش قال لي شوفوا هو انا ما عندي ما ندير لك، ما كان مشكل. مشيت لانسبكتور ترافاي، من مشيت لانسبكتور ترافاي استدعاوهم، من استدعاوهم ما باش تجي النائبه اللي مكلفه في الشركه، جا امين العام، جا الريسبونسابل تاع الشركه. كي جا تقابلت انا وياه امام الانسبكتور ترافاي، وطلبونا منا الصلح باش يردوني نخدم ما بغاوش، قال له نصبروا 6 شهور، هذه انا لا صبرت 6 شهور هي صافي رماوني. قلت لها اختي دفعينا المحكمه، دفعونا للمحكمه، ومن دفعونا للمحكمه ما المحكمه في الاول غلطت باش تعطيني الحكم، قال صرا واحد الغلط في حرف ورفضوا الحكام. كي رفضوا الحكام عاود واحد المحامي مسكين واقف معايا في جهد الله، وعاود الحكام. مين عاود الحكام هاد المره؟ مين عاود تامل الحكام؟ عاود رفضوا لي الحكام، من ما كاين والو، قالوا لي ندوز شهرين للحبس ما تسال والو، ودروك هاني نطلب حقي عند المحكمة الموقرة، ونطلب سيدنا يوقف معنا ويشوف حالنا. وليداتي راهم مشردين، وحالتي ومرضت معاهم ظهري، ما نقدرش نخدم تمارة، ما نقدرش نخدمها، وني داير طابلة ديال الديطاي، وكان رزق الله وغير الناس المحسنين كيعاونوني. ونطلب من المحكمة غادي نعاود الحكام، ونطلب منهم يعطوني حقي، يعطوني البركة ديالي اللي خدمتها 11 عام وانا نخدم، وانا مكرفص نوض 4 الصباح حتى الوحدة، شتاء ثلج حجر. ونطلب منكم ومن المحكمه الموقره وسيدنا يوقف معنا، يعني لا باش نخدم لا باش والو، ما مش باش نخدم تما راه ما نقدرش، عندي ظهري عوج من الخدمه، ما كنت نخدم في الشطابه، الظهر ديالي ضاربني، ما كنخدم ما نقدرش نخدم. راني داير طابله ديال الديطاي في طريق سيدي يحيى امام المنزل، ولادي كيقراوا صغار وعاد ما كبروش، واش غادي نقول؟ نطلب واه كنت مخلص النفقه نهار الاول، وعندي لي ريسي ديالها، وما عندي في الدار سميت مجدوبي فاطمه سميتها هي. انايا ما عارف والو، انا حتى خرجت من الحبس عاد درت اسقاط النفقه، عاد وصدقت انا نسالها، والبنت ديالي كنقول لك سي محمد
انا بنتي ما نعرفهاش درك، بنتي في زوجتها في جراده، ما نعرف لا راجل بنتي لا بنت بنتي. دروك ليك دروك 2017 ما حضرتني في عرس، ما حضرتني في في عدول، ما حضرتني في والو، حتى في حاجه حتى في حاجه. وبنتي دروك راه عندها بنيه، عندها دروك فايته 8 سنين ما نعرفهاش، وراجل بنتي ما نعرف، كنت لقاه دابز معاه ما نعرفوش. ليك المشكل ديالك في ديك الوقيته، انا ما كنتش خدام، انا ما كنتش خدام، والمراه كانت مريضه، كان فيها فقر الدم، ما صافي قالت لي انا ما 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 ليقلكش، ما صافي ندي بنتي ونمشي، وشاد بالحمل وعمي مشات لدارها، عاد زيدت بنت اخرى، بنت اخرى صغيره سميتها ليلى. وانا نطلب منها دروك دروك، محرم عليا بنتي، محرض عليا بنتي، محرض عليا راجل بنتي، بنت بنتي هي 8 سنين، عندها 8 سنين ولا فايت ما كنعرفهاش. ليك دروك ما كنعرفش راجل بنتي وبنت بنتي، ما كنعرفهمش. اللي كنحكيها له كيقول لي دعيها الله وصافي، يعني دعيها الله. هي السبب خرجني هي من الخدمه، باش هاد الوليدات اللي عندي مع واحد المراه الزوجه ديتها في 2011، راه عندي معاها بنيه وجوج وليدات، وولدي راه زاد، عاونوني غير الناس باش سبعته، راه زاد غير هادي شهرين راه عندنا ملايكه. عاونوني غير الناس في سبيل الله اللي عرفوني وباش سبعته وباش درت له السبعه ديالها. مثلا اللي لقيت، لقيت خدمه، لقيت ناس نبيع ونشري، الحمد لله. اللي لقيتها نقبلها، واه. وشنو هي غير تماره؟ ما نقدرش تماره، عندي الظهر ديالي ما نقدرش نهودو، واه. خدم تكرفصت معاهم، عاد في الشركه تكرفصت، واه. وني نطلب من المحكمه موقره تعطيني، غادي نعاود الحكام ونطلب من سعيد الرئيس يعطيني حكامي، يعطيني الطر تاع السوفي ديالي. انا كنت خدام، انا ما كنتش خدام من قبضوني، انا هما دايرين لي ابوندمون دو بوست. انا كنت، انا مقبوض لحد بالليل، الغدوه ليه مبكر سيدي يحيى الوالي، عندي رومبلاسون سيدي يحيى الوالي، نصبح الفجر نكون تما، الكونترول يبدا بيا انا الاولي بوانتيني، وهما دايرين لي ابو، كنت خدام وهارب، وانا مقبوض على النفقه شهرين، وانا مقبوض لحد بالليل. واه، هذا هو، هذا هو الغلط اللي راهم داير، اللي راهم داينه لي. انا يا انا ما خدامش، انا مقبوض لحد بالليل، واللي بروف عندي الحكام، عندي كل شيء، هو الحكام في يدي، الحكام ديالي نتاع نتاع فين قصه شطق بالطوفان، داوني رجال من معليش نتاع لحد بالليل، وهما دايرين لي باللي كنت خدام وهارب ابوندمون دو بوست، وانا كنت في السجن. وانايا صونيت اللي كونترول من قبضوني البوليس، من قبضوني البوليس صونيت، صونيت الكونترول ديالي في الكوميساريه، طلبت واحد الضابط قلت له الله يسترك اخويا، بغيت نهضر مع الكونترول ديالي، قال لي واه هاك ما كان مشكل. هضرت بقيت نصوني الكونترول، يصوني ما كيردش عليا، وليت عاود صونيت للريسبونسابل اللي تقابل معايا عند الانسبكتور ترافاي، وقلتها له قدام الانسبكتور ترافاي، صونيت له فايت 10 المرات وكيصوني وما كيردش عليا، قلتها له قدام الانسبكتور ترافاي، قال لي وما سمعناكش ولا كنا مشغولين ولا كنا. وانايا انا نطالب من المحكمه الموقره، غادي نعاود الحكام نطلب منها ترجع لي، تعطيني حقي، تعطيني حقي اللي خدمته، ما نطلبش اكثر. وراني مكرفص، وليداتي مكرفصين، والمراه عندي مريضه، انا مريض. و النمره ديالي 06 37 60 13 44. غير كلام نطلب باسمي جلاله الملك، نطلب المحكمه الموقره تعطيني، غادي نعاود الحكام وتعطيني حقي، وتعطيني حقي اللي تحكم لي عليه، وبسيدنا هذا الشيء اللي نطلب، هذا الشيء نطلب، ونطلب من الناس الا كانت شي خدمه ولا كانت شي حاجه نخدم كل شيء، غير تماره اللي ما نقدلهاش. وعندي مريض من الظهر ديالي، واه اللي كاين اخالي، واه ساعه الساوله اللي كاين، واه واه الله يرحم الوالدين.